معاكم عيد عبد الهادي مستشارك العقاري صاحب شركة إدكل للعقارات. الشركة متخصصة في بيع وشراء الأراضي والمصانع والحزم لها. تابعونا على قناتنا على اليوتيوب. إدكل للعقارات أفضل الاختيارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم تحيا مصر. معنا اليوم سعادة السفير الدكتور محمد نعمان جلال، سفير سابق لجمهورية مصر العربية في الصين ومساعد وزير الخارجية المصري للتخطيط السياسي والاقتصادي سابقا، إضافة إلى العديد من المناصب الإدارية والاستشارية، كما أسهم في إسراء المكتبة العربية والإسلامية. صنف في الموسوعة الدولية ضمن أبرز الشخصيات العالمية. أهلا وسهلا سعادة السفير. أهلا وسهلا، شكرا على الدعوة. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تحيا مصر، واللي بنستعرض فيه أهم الشخصيات في مجال الفن والسياسة والأدب والاقتصاد. النهاردة معانا شخصية دبلوماسية مميزة، هو سيادة السفير محمد نعمان جلال. الحقيقة سيادة السفير محمد نعمان جلال خريج كلية العظماء في مصر، وهي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1965، وتدرب في المناصب الدبلوماسية بداية من مندوب مصر الدائم في جامعة الدول العربية، ثم مندوب مصر في الأمم المتحدة، وسفيرا لمصر في باكستان، ثم سفيرا لمصر في الصين، ثم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ثم عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. تابعونا في حلقتنا مع سيادة السفير محمد نعمان جلال. أهلا بحضرتك سيادة السفير. شكرا. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. كنا عايزين نبدأ يا فندم بصفة حضرتك قعدت فترة كبيرة سفير مصر في الصين. بالنسبة لانتشار وباء كورونا، الرئيس الأمريكي ترامب أعلن منذ فترة إن الصين هي المسؤولة عن انتشار الوباء، وده جزء من الحرب البيولوجية اللي بتشنها الصين ضد الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تاخد مركز قيادة العالم من الولايات المتحدة. فهل تعتقد ان هل فعلا صدق كلام ترامب ان دي حرب بيولوجية؟ لا، للأسف ترامب ليس صادقا. تمام. ويكفي إثبات على ذلك في موقفه من انتخابات الرئيس البديل له. تمام. هذه نقطة. تمام. لكن النقطة الأهم ان التاريخ الصيني لم يستخدمه الحرب البيولوجية مطلقا. تمام. وإنما دول أخرى، مش هذكر الأسماء، في مواجهات فيتنام وكمبوديا والمنطقة دي، هم الذين استخدموا الأسلحة البيولوجية. بس يا فندم، وباء سارس وكورونا كل ده خرج من الصين. لا، ما هو انت لما تخرج من لو انا خرجت دلوقتي من هذه القاعة، تمام، لست موظفا في البتاع، ليس كل من يخرج من دار او يزور مكان. بس العالم كله يعلم جيدا تاريخ الحرب بين الصين والولايات المتحده الامريكيه في قياده العالم، يعني منذ ظهور الاتحاد السوفيتي في سنه 1990 وانقلاب مركز قياده العالم للولايات المتحده الامريكيه، بدا الصين بتحاول يعني على فترات كبيره ان هي تاخد مركز القياده مكان امريكا، وكل عارف الكلام ده. لا، غير صحيح، مع احترامي لسعادتك. شوف، الصين لا تسعى، هات اي تصريح صيني تمام يقول ان هو عايز قيادة العالم، ولكن هو عايز يتقدم. تمام. وهناك نظرية صينية تقول الصعود الصيني السلمي. تمام. الصين لها مبادئ، يعني لو حبيت نتكلم عن مبادئ الصين، المبدأ الأول الإيمان بالوطن. الوطن الصيني هو أراضي الصين التاريخية، سواء في المينلاند أو في الجزر ذات الحاطة بهذا، لكن الصين تاريخيا وحضاريا لم تعتدي على دولة، لم تعتدي على دولة، إنما دخلت مثلا في كوريا لتساعد شقيقتها الكورية لما كان كوريا الجنوبية أو الكورتين انقسموا، واحدة أخذت القوات الأمريكية، كان لابد من الصين أن تدخل مع متطوعين وليس جيش منظم، وهكذا. تمام. هذه قصة طويلة. سعادة السفير، العلاقات المصرية الصينية وتطورها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفة عامة، والتعاون المصري الصيني
في مواجهة وباء كورونا بصفة خاصة. الرئيس عبد الفتاح الصيني متأسف، العلاقات المصرية الصينية علاقات قديمة نشأت منذ 1955 عندما التقى الرئيس الأسبق الزعيم جمال عبد الناصر مع الزعيم الصيني شون لاي، وكان هذا اللقاء في إطار مؤتمر في أندونيسيا. ثم تطورت العلاقات، تطورت مع الرئيس الرؤساء كلهم، ولكن التطور الحقيقي ظهر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. لماذا؟ لأنه رجل جاد، ثم قراراته جادة، ثم تنفيذ هذه القرارات أكثر جدية كمان. للأسف مع أحد الرؤساء السابقين دون ذكر اسمه كان يوقع اتفاقات ثم يأتي بها إلى القاهرة فلا تنفذ. وأنا طبعا كسفير مصر في الصين ببقى متحمس جدا للعمل الوطني، ولذلك كتبت مقال في مجلة اسمها الصين اليوم، متى تقام علاقات بين مصر والصين؟ عشان لا يتصور الناس ان اللي بيكتب هذا مسطول مثلا او لا يعرف شيء، قلت بدأت المقال كنت سفيرا في الصين، ولكن المشكلة كانت تنفيذ الاتفاقيات، فكان مصداقية مصر في تعاملها مع الصين رغم انه هذا الرئيس ذلك الرئيس المعزول. بص حضرتك وضح، يعني هي واضح لكل وقعنا اتفاقية وضع عليها الرئيس والرئيس الصيني وإقامة علاقات استراتيجية بين مصر والصين. تمام. ووقعت 4 اتفاقات وكان هناك قصص كثيرة. ما فندم كان بياخد أمر من مكتب الإرشاد، فمش يعني لا 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 ده مش الرئيس، ده الرئيس مبارك. رئيس مكتب الإرشاد كانت كارثة أكتر. تمام. كيف ذهب يزور الصين؟ الصين يؤمن بالمواعيد بدون أسماء جدا. يعني هو أنا أستاذ بدون أسماء. رئيس تاني سافر للصين، هذا الرئيس معه موعد مع الرئيس الصيني، لم يحضر إلى الموعد في ميعاده. ده من الرئيس. لماذا؟ رئيس سابق، لأنه كان يصلي العصر. صلى العصر. طب البروتوكول الدبلوماسي بقى يا فندم بيقول ايه في الوقت؟ في البروتوكول الدبلوماسي المواعيد تحترم تحترم تحترم. في مجال الكورونا ساعة السفير، العلاقات المصرية الصينية. طب خليني اقول لك بالنسبة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتفضل، زار الصين اتفضل عدة مرات، وكل مرة هو موضع تقدير من الشعب الصيني ومن القيادة الصينية. يعني كان يدعى في أول زيارة، ثم يدعى في زيارات أخرى في مجموعة 7، مجموعة 20 للدول الكبرى، ثم مجموعة البريكس اللي هما مجموعة 5 التي منها من أفريقيا ومن آسيا وهكذا، ولم تكن مصر عضو فيها. ومع ذلك الصينيون عندما كان المؤتمر عندهم كان يدعو الرئيس السيسي. ليه؟ لأنهم عندهم أصبحت لديهم ثقة ضخمة بالرئيس السيسي. الرئيس السيسي عمل مبادرة، كان في احتفال في الصين بمناسبة ذكرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية، فأرسل قوة رمزية لتشارك في هذا الاحتفال، ده أيضا أعطى له مصداقية كبرى وثقة فيه، وهو موضع الثقة بالنسبة لشعب مصر وبالنسبة لنا جميعا. ولكن أضيفت أيضا الثقة الصينية من 1.3 مليار صيني. تمام. وهذا هو الذي جعل الصينيين يدخلون بقوة قوة في المشروعات المصرية. أولا منها مشروع الكورونا، ده ربما آخر ما فيه. تمام. أنه الصين كانت تتبرع قبل ذلك بكمية من الفلوس كتبرع للدولة لكي تنشئ بها مشروعات ولم تكن تنشأ. فمع الرئيس السيسي أرسلوا 500,000 من التطعيم لمعالجة الكورونا أو للتطعيم المسبق على مرض الكورونا. تمام.
تمام. فهذا نموذج. تمام. وحضرتك رغم كل الجهود اللي بتبذلها الدولة المصرية لتوضيح الرؤية للعالم الخارجي بشأن خطورة جماعة الإخوان الإرهابية، إلا أنه لم يصدر قرار حتى الآن من أي مؤسسة دولية مثلا زي الأمم المتحدة. حضرتك كنت سفير مصر في الأمم المتحدة، سفير مناوب، ليه ما بيصدرش قرار مثلا مجلس الأمن الأمم المتحدة بحظر جماعة الإخوان الإرهابية رغم كل التقارير اللي قدمتها مصر للمنظمات الدولية بخطورة الجماعة دي على الشأن المصري والعربي والعالمي؟ يعني طبعا انت دارس علاقات دولية والأخ احمد انا اقصد علوم سياسية حضرتك. العلاقات الدولية تقوم على المصالح، مصالح هم عايزين يستخدموا دايما فزاعة، غير مصلحتي يستخدموا دايما فزاعة. هو هذه الجماعة التي انشأتها المخابرات الإنجليزية، تمام، المخابرات الإنجليزية. لماذا 28؟ وانا اقول لك تاريخ هذا. تاريخ رئيس الجماعة دي قبل أن يكون رئيسا وقبل كان مدرسا في وسط الدلتا للخط أو للغة العربية، اللي هو حسن البنا، ثم نقل فجأة إلى الإسماعيلية وتبرعت له شركة قناة السويس في الإسماعيلية 500 جنيه بنص مليون عشان تبني أول مسجد. تمام. إذن الباقي مفهوم تأسيس إنجليزي. أيضا دورهم في عهد الرئيس جمال عبد الناصر لما هجموا ضد عبد الناصر وغيره، تمام، وهجموا ضد، هم لهم مصالح مشتركه مع اجهزه المخابرات العالميه، عشان كده بقى في صعب شويه ان هم يتم حظرهم. دايما هم مستخدمين وبيستخدموا كفزاعه في الوطن العربي او في العالم كله. مظبوط. تمام. في مراكز دوليه بتضغط ان هم ما يتحظروش؟ في زي فيه. ايه يا فندم؟ انا ما اقدرش اقول لك زي ايه. تمام. لانه دي مراكز اجهزه والاجهزه انا مش خبير فيها. تمام. انا خبير في السياسه. تمام. إنما الأجهزة أنا ما ليش علاقة بيها. سعادة السفير، عودة العلاقات المصرية مع الدول الأفريقية ومع القارة الأفريقية بصفة عامة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأهميتها لكلا الطرفين أفريقيا ومصر. شوف، أفريقيا ومصر هما صنوان، يعني إخوة توأم. ليه؟ لأن مصر جزء لا يتجزأ من أفريقيا. طيب نكمل السؤال بعد الفاصل معليك. طيب تفضل. معاكم عيد عبد الهادي مستشارك العقاري صاحب شركة إيدكل العقارات، الشركة متخصصة في بيع وشراء الأراضي والمصانع والحزم. تابعونا على قناتنا على اليوتيوب. ايدي كل العقارات افضل الاختيارات. عدنا سعادة السفير. عودة العلاقات المصرية مع الدول الافريقية والقارة الافريقية بصفة عامة، أهميتها لمصر في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هي استردت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استردت العلاقات المصرية الأفريقية، ومصر كان لها دور ضخم في أفريقيا. أولا هي جزء من القارة الأفريقية، ثانيا هي ساهمت في حركة التحرير الأفريقية، والرئيس جمال عبد الناصر والأستاذ محمد فايق اللي هو رئيس مجلس قوم لحقوق الإنسان كان متخصص في الشؤون الأفريقية وكثير من الناس. وبعد ذلك في عهود لاحقة أنشأت وزارة الخارجية المصرية صندوق للتعاون المصري الأفريقي، كانت ترسل عن طريقه خبراء وعلماء وأساتذة جامعة وفنيين للدول الأفريقية. الدكتور بطرس غالي عندما كان وزير دولة للشؤون الخارجية وكما كان قبل ذلك أستاذ جامعي كان مهتم بالقارة الأفريقية، وعندما أصبح وزيرا دولة للشؤون الدولية ولكن أفريقيا خدت الجزء الرئيسي من عمله، فأنشأ مجموعة تحافظ على مياه النيل سميت مجموعة أندوجو اللي هي ضمت دول حوض النيل، ولذلك كانت علاقة مصر بدول حوض النيل وعلاقة مصر بكل الدول الأفريقية علاقات قوية.
مصر ساعدت في تحرير أو في الإفراج عن مانديلا. مانديلا كان محبوسا لمدة 27 سنة. بطرس غالي عندما كان وزير الدولة للشؤون الخارجية عمل وساطات وساعد في إخراج مانديلا من السجن، وعاد مانديلا ليكون رئيسا لدولة جنوب أفريقيا، وانتهى النظام العنصري في جنوب أفريقيا. تمام، بس في نظام عنصري تاني يا فندم اللي هو النظام التركي. النظام التركي عايزين نعرف حضرتك رؤية حضرتك الأطماع، أطماع الرئيس أردوغان في شرق المتوسط، وإزاي مصر تقدر تواجه الأطماع دي؟ شوف الأطماع قائمة. تمام. الأطماع قائمة منذ أن جاءت المغول ودمروا الحضارة الإسلامية ودمروا بغداد ورموا المكتبة. ليه؟ لأنه مغول جهلة. تمام. جايين من أقصى شرق آسيا. تمام. المغول جاءوا في موجات، موجة في المتوسط، موجة من الجنوب وهكذا، ولذلك دمروا كثير من دول الوسط. هو ينفع يا فندم الوقت حضرتك إحياء مشروع الخلافة الإسلامية؟ يعني أردوغان عامل نفسه خليفة للمسلمين وعايز يحيي أمجاد الخلافة العثمانية، إن هو يبقى الخليفة المنتظر للمسلمين، ولما حي بعض الدول كده وجماعة الإخوان وكلام من ده، فهل في العرف الدبلوماسي الوقت الحالي يصلح أردوغان إن هو يبقى زعيم أو خليفة للمسلمين؟ كل من يريد يدعي ما يقول. تمام. جماعة داعش وصفت نفسها من الذي كان يساعد داعش؟ داعش. تمام. بيجوا إزاي؟ بيجوا عن طريق تركيا، وتركيا كانت بتحتضنهم وهددت أوروبا إنه إذا ما عدتونيش امتيازات فأنا أبعت لكم الدواعش. تمام. هو ليه يا فندم دايما تبعت التفاصيل ليها خلاف مع حتى مع الدول الأوروبية؟ يعني تركيا عضو في اتحاد الناتو المنظمة العامة في شمال الأطلنطي، ليه هي دولة معادية عاملة مشاكل مع اليونان؟ وخبر حضرتك مع ان اليونان برضه عضو في حلف الناتو، يعني برضه نفس القصه، ايه المشكله يعني اعضاء في حلف واحد؟ ما المشكله في عقليه من يحكم الدوله وقياده الدوله. تمام. ليه؟ لان هو عنده عقده العظمه، هو تمام. من اسره فقيره واحتضنوه جماعات سياسيه اسلاميه في تركيا. تمام. وساعدوه انه يبقى رئيس دوله، وهو كان في السجن اول انتخابات، كان هو في السجن. يعني اردوغان كان في السجن اول انتخابات، بنقلب على رئيسه اللي هو نجم الدين اربكان، اللي هو كان انقلب على اربكان وطلع هو متاسف، مش اربكان، اربكان صح. صح، لكن اللي انتقد عليه اللي انقلب عليه كمان اللي هو ساعده وهو عبد الفت عبد الله جول، ولا جول عبد الله جول ده واحد منهم. لكن اللي هو كان وزير خارجيه وبعد كده مسكه رئيس وبعد كده جه هو رئيس وزراء. بالظبط. وكان في واحد تاني ديني متدين وعنده معاهد اللي هو فتح الله جولن. فتح الله جولن طرده. وكل والله زعيم ده الفزاعه بتاعت اردوغان في تركيا. لا فتح الله جولن. تواصلا مع نفس السؤال لحضرتك سعاده السفير، الدور المصري في ليبيا ونجاحات الدبلوماسيه المصريه في مواجهه الارهاب في ليبيا والدول المجاورة. مصر تواجه تحدي رئيسي وهو تحدي الإرهاب. لماذا؟ لأن هناك أكثر من جماعة إرهابية وهناك أكثر من دولة تحتضن الإرهابيين، سواء تركيا، سواء قطر، سواء إيران، سواء دول أوروبية. فإحنا لنا يعني لسوء الحظ لنا أعداء كثيرون، ولكن لحسن الحظ أن جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي. أول جائزة نوبل كان يجب أن تدفع مش لأحمد أبو أحمد بتاع أبي أحمد بتاع رئيس وزراء، كان أول جائزة يجب أن تدفع من جائزة نوبل إلى عبد الفتاح السيسي. لماذا؟ لأنه حرر بلده من قوة غاشمة كانت ستدمر مصر، وفي طريقه لتحرير ليبيا، وكان يساعد ليبيا. ليبيا هي جزء استراتيجي من السياسة المصرية، وهي في القديم في الزمن القديم كان جزء من دولة مصر. والزمن القديم عهد الفراعنة في أسرة ليبية جت حكمت مصر، فمصر بتستوعب القوى الأخرى حتى ولو قوى طاغية وكانت تأتي، فكان مصر بتستوعبها. ولكن
حقيقة الشعب المصري وجوهره حقيقة واحدة، فكان يمتص القوى الأجنبية وينصرها زي ما عمل مع نابليون وخلاها راح زار المعابد، وعمل مع الفرس وخلاهم راح زاروا المعابد وصلوا للآلهة القديمة مصر القديمة. تمام. فهناك سمة خاصة للدولة المصرية والشعب المصري، وهذا ما كتبته في كتابي عن هوية مصر في عالم متغير. السؤال اللي هنكلمه لحضرتك، ما رأي حضرتك في هوية مصر في العالم المتغير؟ شوف، هوية مصر عندما كنا في المدارس، وربما أنتوا كنتوا في هذا العصر، أنا عجوز شوية، كنا نقول مصر أصلها حامي. حامي يعني من أولاد حام ابن سيدنا نوح. سيدنا كان هناك ثلاث أولاد، حام وسام ويافس. حام بتوع أفريقيا يعني، وسام كانوا في الجزيرة العربية وفي سوريا ولبنان وكل هذه المنطقة، ويافس الله أعلم راح فين. تمام. فالمهم ما حدث في ما رأي حضرتك في هوية مصر في العالم المتغير؟ فهوية مصر بقى بدأت إنها تنتمي إلى الجنس الحامي، اللي هو نسبة إلى حام في الحضارة المصرية القديمة. ليه؟ لأنها كانت حضارة أفريقية نشأت على أرض أفريقية. ثم الحضارة ليست هي العنصر الوحيد، هناك خمس عناصر كونت الهوية المصرية. العنصر الأول العنصر الأول هو الأفريقي، العنصر الثاني العروبة، العنصر الثالث الإسلام، العنصر الرابع هو المجتمع الدولي أو شبه البحر. في سؤال أخير يا فندم عشان قبل ما ننهي الحلقة، دايما بنقول لا سلامة في المنطقة العربية بدون الدور المصري، ليه؟ لأن مصر هي أكبر الدول العربية سكانا وتاريخا وحضارة وقوة. تمام. كله بلجأ، حتى الدول الخارجيه لما تيجي تحب تعمل مثلا سلام في المنطقه العربيه لازم الدور المصري، لازم تعول على مصر في تحقيق مثلا المصالحه الفلسطينيه او حتى الازمه الخليجيه. واخد بال حضرتك ليه دايما الدول العالميه بتعول على الدور المصري؟ بسبب القوه. تمام. ومركز محوري، يعني مصر مركز استراتيجي. تمام. في هذه المنطقه، ولذلك العالم المصري جمال حمدان كتب شخصيه مصر. أنا طبعا بكتب عن هوية مصر. تمام. يعني الشعب المصري، إنما شخصية مصر المؤرخ الكبير والعالم الجغرافي جمال حمدان مشهور وله مجلدات. تمام. خدت بالك؟ فهوية مصر مختلفة. عندك البحر الأبيض المتوسط يربطك بأوروبا، بس ده برضه يا فندم بيجي من القيادة، من القيادة المصرية. يعني القيادة المصرية يعني الموجودة حاليا هي أقوى القيادات اللي جت على تاريخ مصر. صح. يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني العالم كله بيعمل له حساب. طبعا، لأنه يعني رئيس الدولة يعبر عن الدولة، فهو بيعمل حساب لرئيس الدولة وللدولة. للأسف دهمنا الوقت، وفي نهاية حلقة اليوم نشكر سعادة السفير محمد نعمان جلال ضيف حلقة اليوم، وأشكر زميلي الكاتب الصحفي عصام الشربيني، وإلى لقاء في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم سعادة السفير. شكرا. السلام عليكم.